مصطفى عبد الفتاح، ماذا لديك أيضا من تطورات في هذه اللحظات مصطفى، وأنت ربما قريب من محل أو منطقة الواقعة؟ نعم، يعني حتى الآن ما زالت سيارات الإسعاف تهرع إلى هذا المكان وبالقرب من مكان الحادثة وحيث تم استهداف هذه البناية السكنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك عشرات المصابين حتى الآن يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف التي ما زالت تتوافد إلى هنا إلى هذه المنطقة في الطرق المؤدية إلى الضاحية الجنوبية، من الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، وسط فرض كردون أمني حول هذه المنطقة وعدم الوصول لأي من المدنيين والسيارات الأجرة والسيارات الخاصة إلى هذه المنطقة، وذلك للحفاظ على حياة كل من يتواجد في هذه المنطقة، أيضا بالإضافة إلى وجود فرق من الدفاع المدني اللبناني التي تتواجد وبقوة في هذه الأثناء لإخماد بعض الحرائق الموجودة سواء في هذه البناية السكنية أو من البنايات السكنية الأخرى التي تضررت. ومن هنا من هذا المكان القريب من موقع الحادث يعني نستطيع أن نرى بعض الدخان الموجود في السماء، بالإضافة أيضا إلى آثار ما نراه من الأعين المجردة عبر البنايات الموجودة من ألسنة الدخان التي ما زالت تتطاير هنا في هذه المنطقة. هذا هو المكان وهذه هي المنطقة المؤدية إلى الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم في عكس هذا الاتجاه من الناحية المقابلة فرض كردون أمني من حيث ما قامت به عناصر تابعة لحزب الله وأيضا قوات الأمن اللبنانية التي تحاول في هذه المنطقة، والآن محاولة إعادة الأمن مرة أخرى إلى الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. يعني نتحدث عن عديد من المجهودات المبذولة الآن ونحن على الهواء، يعني نتحدث الآن عن كل هذه المحاولات الموجودة من فرق الدفاع المدني وأيضا سيارات الإسعاف التي تحاول الوصول إلى كل المصابين في المستشفيات القريبة من الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. هناك المستشفيات الواقعة داخل العاصمة اللبنانية داخل الضاحية الجنوبية وأيضا المستشفيات الواقعة خارج نطاق الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، أيضا وسط مساعدات من الأهالي. هناك العديد والعشرات من أهالي الضاحية الجنوبية الذين يقومون في هذه الأثناء بمحاولة تسهيل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحديدا، ومن ثم العثور على المصابين ونقل كل هذه الإصابات إلى المستشفيات القريبة من هذه المنطقة تحديدا من بيروت كلها. إذا مجهودات عديدة تبذل سواء كانت من الإسعاف وما تقدمه وزارة الصحة وتقديم الخدمات الطبية في المستشفيات، حيث تم الآن وفي هذه الأثناء يعني زيادة رفع درجات الجهوزية في المستشفيات القريبة من الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأيضا المستشفيات التي تتواجد في الضاحية الجنوبية، بالإضافة أيضا إلى أطقم الإسعاف التي تحاول مع المواطنين وسكان الضاحية نقل كل الإصابات إلى تلك المستشفيات، بالإضافة أيضا إلى فرق الدفاع المدني التي تتواجد وبقوة في الشوارع القريبة من موقع الحادث وأيضا في مكان الحادث الذي لم نستطيع الدخول إليه حتى الآن، وذلك في ظل فرض كردون أمني من قبل قوات الجيش والأهالي الذين يحاولون من خلال هذا الكردون الأمني إتاحة الفرصة لسيارات الإسعاف والدفاع المدني أن تقوم بواجبها وتقوم بما يلزم فيها هذه الأثناء. نتحدث عن اليوم الرابع من الاستهدافات وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافات على الأراضي اللبنانية. كانت البداية منذ العملية الاستخباراتية السبرانية التي قامت بها قوات الاحتلال ونفذتها على الأراضي اللبنانية، سواء كان ذلك في الجنوب اللبناني أو في الضحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت والشمال اللبناني، وكذلك البقاع الشرقي اللبناني في مدينة بعلبك. وبعد ذلك وبعد هذه العمليات شاهدنا هجمات عديدة واعتداءات عديدة في ليلة الأمس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، والآن يعني وهذا اليوم الرابع تعاود سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى الاعتداء والاستهدافات والاغتيالات، وهذا هو المنهج الذي تتبعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية ومنذ بداية الأحداث في قطاع غزة خلال استهدافات عديدة لقيادات تابعة لحزب الله. وهذا كان الاستهداف الذي تم اليوم في اليوم الرابع من موجة التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.